ما شاء الله. تحيات الاستاذ علي قناص السويس، تحيات الاهلي السويس واهل الاسماعيليه واهل مصر كلهم. صباح يعني صباح انت ماهر يا ماهر. احلى صباح على بعضوب واحلى صباح على الجامعة مشاهدين القناة كلها. ضربة موفقة يا ماهر. ضربة جميلة، تسلم إيدك يا شيخ. صباح عليك يا شيخ والله. ركز يا مشيخة. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا القناص العالمي جعلس. تحياتي لك يا عم احمد. ازي صحة ازيك يا وحش سمنور. الله يخليك يا استاذ ماهر يا قناص دمياط. حبيب قلبي ما تحرمش منك. ومعايا ابو رحمة من احلى واجمل ناس قابلتها في حياتي. الله يخليك يا ابو اياد. حبيبي ابو رحمة عامل ايه؟ الله يخليك، ده من ذوقك والله. الوقت يا حبايبي، بس الناس اللي بتشاهدنا على اليوتيوب بيقولوا ان اصل الحمام بتاع ناس، فما رايكم في الموضوع ده؟ الحمام بتاع ناس، انا عن نفسي عندي حمام تمام وما رضاش ان حد يضرب من عندي فرد حمام، عشان كده اللي انا ما رضاش على نفسي ما برضوش على غيري. تمام. الحمام كله اللي احنا بنضربه حمام شقوقي. حمام شقوقي دي اصلا دوت، وعندنا بنسميه حمام غطام، حمام بري او بري. او حمام غير. ايوه ده حمام يعني ده ملوش اصل للناس تمسكه بيه. لا لا لا، ده عايش حر، عايش حر تحت الكباري وتحت العيون دوت، وبالذات في دمياط في الحتة دوت اللي هي البلد اللي هي المعجورة. تمام. كتير. لكن الفرد اللي هو بتاع الاهالي معروف قد التاني يجرب 5 مرات. تمام. بيبقى تقيل. والوانه كتير. والوانه كتير يعني، لكن دوت هو حمامنا احنا معروف. انما الحمام البري ده زيه زي الامام حر. ايوه ما بترباش. فما رايك يا ابو رحمة؟ قول لهم على حمام الحرم، قول لهم مين اللي بيملكه. تمام. لو الحمام كله بتاع ناس يبقى حمام الحرم مين اللي بيملكه وبتاع مين. تمام. اما ده حمام حر وبيبقى زيه زي الامام وزي العصافير، بقى عايش في شقوق، عايش في كباري، عايش في محطات ميه، عايش في براك، بيبقى حمام حر مش بتاع حد، زيه زي الامامه بالظبط، بيبقى عايش في الاماكن الفاضيه. فعندك برضه نفس زي ما قلنا حمام الحرم والكلام ده كلته برضه مش بتاع حد. ده اكبر مثال يعني ان حمام الحرم اكبر مثال ان ده محدش بيملكه، وده نوع برضه حمام محدش بيملكه،
بتلاقي قاعد في المصايف في الايام اللي ما فيش فيها مصايف. طيب بنلاقي مع الحمام ده بعض الحمام يا استاذ احمد تقيل كده، ده بيبقى هربان من الناس وقاعد معاهم. ده ممكن يكون مؤلف عليهم. تمام ماشي، بس بيبقى معروف وفي فرق كبير قوي ما بين الاثنين. تمام، انت زورونا ان شاء الله في رايكم بالنسبه للتجار برضو تجار الطير، هنشوف رايهم ان شاء الله، انتظرونا.